شهر رمضان الكريم، شهر القرآن والخشوع والصلاة والتقرب من الله عز وجل، شهر المغفرة والرحمة، شهر العتق من النار، الشهر الذي يحمل بين ليالي ليلة القدر التي تعادل 1000 شهر كما قال العزيز الحكيم في كتابه الكريم. ينتظر المسلمون في جميع أرجاء المعمورة هذا الشهر بالمزيد من الشوق واللهفة، يتطلعون لرضا الله ومغفرته ويسعون لتهذيب النفس في هذه الأيام المباركة. ربنا يعودها علينا يا رب باليمن والبركات. اللهم أمين علينا جميعا. فعلا يا هاجر، يعني الشهر ده لازم كلنا نبقى مركزين. الشهر ده بيجي مرة في السنة، لازم نستفيد من الشهر ده، نحاول نغتنمه. يمكن بحكم العمل، بحكم الحياة اليومية أو روتين الحياة اليومية، بنبقى شوية بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. ما يعني ممكن يعني للأسف بنجمع صلوات، ما بنصومش كتير، الدنيا بتاخدنا. نحاول إن احنا نغتنم الشهر ده جميعا، إن شاء الله إن احنا نطلع منه ظافرين بمكسب أكبر، بقرب أكبر إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف هذا التقرير ونبدأ حوارنا في الاستوديو. وتمضي بنا الأيام ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات، ويعلو نداء المؤمنين ودعائهم الخالد: اللهم بلغنا رمضان. إنه النداء الخالد الذي ردده الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقترب موعد قدوم الشهر الكريم. تربى الصحابة الكرام على هذا الشعار وعاشوا بهذا الدعاء الخالد، فكانوا يسعون إلى رمضان شوقا ويطلبون الشهر قبله ب6 أشهر. نداء واحد يدرك المسلم دلالته، فيثير في نفسه الأشجان والحنين إلى خير الشهور وأفضل الأزمنة، فيعد المسلم نفسه للشهر الكريم ويخطط له خير تخطيط. وأهم ما يمكن البدء به استعدادا لهذا الشهر الفضيل هو حسن النية، يجب اصطحابها قبل رمضان، مثل نية ختم القرآن لعدة مرات، ونية التوبة الصادقة من جميع الذنوب السالفة، ونية كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات في هذا الشهر، ففيه تضاعف الأجور والثواب، ونية وضع برنامج مليء بالعبادة والطاعة والجدية بالالتزام به. وما أحب الصدقات في هذا الشهر إلى الله عز وجل، مثلا كمشروع إفطار صائم شهرا كاملا، فما أعظم من أن تنال فضل إفطار صائم، وأيضا تخصيص مبلغ من المال فيما يفيد غير القادرين وحقيبة الخير، وهي عبارة عن مجموعة من الأطعمة توزع على الفقراء في بداية الشهر. عليك أخي المسلم الاستفادة القصوى من هذا الشهر كما ينبغي، إنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وفيه ليلة خير من 1000 شهر. فيجب عليك أخي المسلم إعداد برنامجا قويا للظفر بحسنات هذا الشهر الفضيل، فاللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. لمناقشة الموضوع والحديث عن هذا الشهر الفضيل، يسعدنا ان احنا النهارده يكون معانا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور احمد ترك، مدير عام إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك بصحة وسلامة. بصحة وسلامة. فضيلة الشيخ، يعني يمكن في التقرير زي ما سمعنا استحضار النية أهم حاجة، إن إحنا نستحضر نية إن إحنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرنا نختم القرآن أكتر من مرة، نعمل خير في الشهر ده. إزاي ممكن أستحضر النية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة واجب علينا أن نستحضر النية وأن نستحضر الإرادة أيضا، لأن النية وحدها لا تكفي. نعم، قد يكون للإنسان نية ولكن إرادته ربما تكون في مكان آخر، أو همته لا تصل لدرجة أن هو يصوم أو يصلي أو يقوم الليل أو يفعل الخيرات، فينشغل بالنزوات وينشغل بالمسليات في شهر رمضان المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأول نجدد النية إن إحنا ماذا نريد، يعني إيه النقطة اللي عايزين نوصل لها. النقطة اللي إحنا عايزين نوصل لها في شهر رمضان المبارك هي أن نتخلى وأن نتحلى وأن نتجلى.
أن نتخلى عن السيئات وعن السلوك السيئة في حياتنا. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من سن يجدد النية ويبدأ يتقرب إلى الله ربنا سبحانه وتعالى بيقربه مسافة كبيرة. فضلت الشيخ، ده بالنسبة لتجديد النية مع الله عز وجل، عايزين نوضح للناس عظمة وفضل هذا الشهر الكريم عشان يعني نديهم دفعة قوية لتجديد هذه النية. الشهر الكريم كما أشار التقرير هو من أفضل شهور السنة، وهو شهر مضاعف فيه الحسنات والأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في رواية أن من أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني اللي يصلي الظهر كأنه صلى 70 مرة، من صام كأنه صام 70 مرة، من ذكر الله كأنه صام كأنه ذكر الله 70 مرة. فإذا هو شهر الحسنات وشهر الثواب العظيم. رقم 2 كما ذكرت هو شهر التغيير، الإنسان يغير نفسه من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام. رقم 3 إنه شهر الإيمان، شهر الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة، والحلاوة والنعيم في عند الإنسان في حياة الدنيا نوعين: في نعيم جسد وفي نعيم روح. نعيم الجسد محدود، وغالبا ما يأتي بعد نعيم الجسد شقاء واكتئاب وضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يستطيع الإنسان أنه يرتكب كل موبقات الدنيا ويستمتع بها، لكن بعدها مباشرة يعيش في حالة اكتئاب غير عادية. صحيح. ده الصفات النعيم الجسدي. لكن النعيم الروحي اللي هي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنها بحلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أمتع شيء في الدنيا هي حلاوة الروح ونعيم الروح ونعيم القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإحنا لما بنصوم ونصلي التراويح ونبعد عن السيئات ونتخلى عن المعاصي وعن العادات السيئة ونروح نتقرب إلى الفقراء والمساكين ونساعدهم، وبعدين نكون قلوبنا مفتوحة بالحب، فبالتالي ده بيخلينا إن إحنا نستمتع روحيا ونستمتع قلبيا. وسيدنا الحسن البصري لما حس بالروح دية والحلاوة عبر عنها بالسعادة، وقال: لو يعلم أبناء الملوك والرؤساء السعادة التي نحن فيها لقاتلونا وجلدونا عليها بسيوفهم. نعم. وهي ده: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضلا إن فيه ليلة أفضل من ألف شهر اللي هي ليلة القدر. هنتكلم عن ليلة القدر. وربنا بيجيب كل الأدعية في شهر رمضان المبارك إلا للمتخاصمين واللي بيأكل حرام بس، لكن كل دعاء في شهر رمضان مستجاب. فضيلة الشيخة، يمكن هنتكلم عن ليلة القدر لأن مقام هذه الليلة كبير، سنتكلم عنها بتفصيل أكتر، لكن ما يتعلق ب يمكن حضرتك قلت أن الدعاء بيكون مستجاب في شهر رمضان، لكن في هناك علامات معينة أو يعني ممكن مش علامات، نقول طريقة معينة هي الأفضل والأمثل للدعاء كي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، كي يعني يجاب الدعاء بدون حجاب. إيه أفضل طريقة أن أنا ممكن أدعو فيها ربنا سبحانه وتعالى في نهار وليل رمضان؟ الدعاء له أداب وله أوقات. فمثلا من أوقات الدعاء المستجابة عند الإفطار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم دعوة لا ترد، أو للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أول ما الأذان بيقول الله أكبر، الدعاء في هذا الوقت مستجاب. والدعاء أثناء الصيام طول النهار بنصوم. والدعاء أثناء السجود، واسجد واقترب. والدعاء في السحر أو في أوقات الليل. والدعاء بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي فيه أجاب وإذا سئل به أعطى. وسيد عائشة في حديث مشهور رواه الإمام أحمد، سيد عائشة أرادت أن تعرف اسم الله الأعظم فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أدعوك، اللهم إني أسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعوتك به أجبتني، وإذا سألتك به أعطيتني، وإذا استنصرتك به نصرتني. فقالت السيدة عائشة:
يا رسول الله علمني ما هو؟ قال لا يا عائشة، لعلك تسألني به شيئا لدنيا أو تستخدمي غلط في الدعاء. فقالت فترحيت عنه ساعة ثم قبلت رأسه وقلت بأبي أنت وأمي علمني. قال ما ينبغي لك يا عائشة؟ قالت فقمت فتوضأت وصليت ركعتين وقلت اللهم إني أدعوك الله، أدعوك الرحمن، أدعوك البر الرحيم، أدعوك بأسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لقد دعوت الله باسمي الأعظم، أدعوك الله، أدعوك الرحمن، أدعوك البر الرحيم، أدعوك بأسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم. لكنه في النهاية في المحصلة أن دعاء المسلم أثناء الصيام مستجاب مطلقا، وإن شاء الله مستجاب. بس إحنا نوزع بقى دعيتنا، مش كلها لدنيا، ومش كلها متعلقة بحاجة مجهولة. احنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده اكتر وعن اعداد النفس بشكل عام لتذوق عبادة الصبر، بس بعد الفاصل استنونا. بعد الفاصل، مسجد الجزائر يحمل اطول مئذنة في العالم تصل الى 200 متر. عدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ترك، مدير عام إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا. يمكن فضيلة الشيخ اتكلمنا قبل الفاصل وقلنا عن إعداد النفس لتذوق عبادة الصبر، المصطلح ده ما معناه وكيف نعد هذه النفس؟ مصطلح إيه؟ إعداد النفس لتذوق عبادة الصبر الصيام. هو طبعا النفس البشرية بتلح على الإنسان أحيانا فيما تشتهيه، والإنسان في صراع دائم ما بين روحه وعقله وما بين نفسه، نفسه أمارة بالسوء. فلما هو يبتعد عن النفس شوية ويحكمها، يحكم النفس، مش يمنعها منعا مطلقا أو لا، يحكمها بحيث أن لا يطلق لها العنان فيما أرادت في الحلال أو في الحرام. ده إنسان بيكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ويكون بكده مؤهل إن هو بيكون نقي داخليا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال مخموم القلب، سئل عن أحب الناس إلى الله قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، وما هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي ليس في قلبه إثم ولا كراهية ولا ضغينة لأحد. وده أفضل إعداد، نحن ننقي قلوبنا من الضغينة من الشحناء. كل يوم قبل ما ننام نتصدق بحقوقنا ونتنازل عنها لله رب العالمين. ممكن يكون بحيث الإنسان ينام متسامح، لا هو كاره، هو التصالح مع نفسه ومع الغير. بالظبط كده، لا بيكره حد ولا بيغير من حد ولا بتستهويه طبعا مكان يعني حسد ولا أي شيء مطلقا. ده أفضل شيء إن هو إنسان ينقي قلبه. والله تبارك وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم ده بيخلي بقى العبادة، من كون واحد بيأدي العبادة بس الجوارح بتاعته، لا بيأديها أيضا بقلبه. وسيدنا ابن عطاء الله بيعلمنا الفرق ما بين أن يؤدي الإنسان العبادة بجوارحه فقط والقلب غافل، وبين أن يؤدي بجوارحه والقلب حاضر والقلب يقظ والقلب شاهد. ودي مرتبة تسمى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي المتعة الروحية أو حلاوة الروح، حلاوة القلب اللي المفترض أن احنا نصل إليها. احنا قبل شهر رمضان المبارك بنعد نفسنا أيضا بتوبة صادقة، بنعد نفسنا أن احنا نحافظ على قدر من الصيام في الأيام اللي فضلت شهر رمضان المبارك، وإن احنا نتصدق من رجب وشعبان بنبدأ نصوم، نبدأ بالصيام ونبدأ بقيام الليل وقراءة القرآن. وقراءة القرآن، طب اسمح لي فضيلة الشيخ قبل قراءة القرآن، يمكن عشان اتكلمنا عن الصلاة ويبقى فرصة ان شهر رمضان، يعني واعتقد ده الفلسفة الأكبر والأعظم من شهر رمضان، هو ان احنا نعود نفسنا على خصال معينة، تكون الخصال دي في حياتنا اليومية وفي ممارساتنا اليومية عشان دي تكون أخلاقنا كمسلمين على مدار العام. طالما ذكرنا الصلاة وان انا طبعا يعني لازم كلنا نصلي، بس لما بنصلي اوقات كتيره جدا بنسرح، بنفكر في حاجات، ازاي ممكن استحضر قلبي علشان يكون قلبي حاضرا وشاهدا اثناء صلاتي؟
استحضار القلب أثناء الصلاة أمر في غاية الأهمية لأسبابه طبعا. جزء من اللي أنا قلته أن القلب يكون بعيد عن الصراعات. لما القلب يكون مطمئن وبعيد عن الصراعات بيخلي الإنسان خاشع في صلاته، ودي المرتبة رقم 2 و3 اللي أنا قلتها، التخلي والتحلي والتجلي. التخلينا خلاص حنتحلى، اللي حلاوة الإيمان، تحلينا خلاص ربنا سبحانه وتعالى سيرزقنا الخشوع. لكن الإنسان داخله صراعات داخلية، كر وحقد وضغينة. يمكن من الحاجات اللي بتساعد على الخشوع أيضا في الصلاة، صعب يوصل لحل الحالة من الخشوع. فضيلة الشيخ، من الحاجات اللي بتساعد على الخشوع في الصلاة هو استحضار الموت، إن الإنسان يعني هيموت بعد هذه الصلاة، دي بتخليه حاسس ان هو لازم يصلي ويقضي الفريضه بتاعته بخشوع. صلاه مودع يعني. يعني انا عايز اقول لحضرتك في حاجه اسمها الترغيب وفي حاجه اسمها الترهيب. والناس انماط، ليس نمطا واحدا. في حد البوابه بتاعته في اصلاحه الترغيب. لازم نحببه لما تذكري له النار والعذاب والموت، وبعد الموت يكتئب ما يقدرش يكمل. صح، دي حقيقه. وينزوي. لكن في حد لا، الترهيب بالنسبه له هو العلاج. طب ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. اذا مش كل الناس مداخلهم واحده ومفاتيحهم واحده. في حد بالحكمه، في حد بالموعظه الحسنه، في حد بالجدال الحسن، في حد بالترغيب، في حد بالترهيب، في حد يستحضر الموت عشان يخاف ويرجع لربنا. في حد لا يستحضر عظمه الله وجمال الله، في حد يستحضر جلال الله. طب فضلت الشيخ، احنا بنتكلم عن الصلاة وأهميتها في هذا الشهر الفضيل، النقطة صلاة التراويح هل هي بكتر عدد الركعات والصلاة والعدد ساعات الصلاة، ولا بقيمتها نفسها؟ أنا صليت ركعة أو اثنين أو ثلاثة أو زي ما أصلي. العبادة كلها قيمتها بجوهرها وليس بعددها. لأن احنا حتى كمان مش هندخل الجنة بكثير عمل. ما حدش قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. في ناس بيبقى قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. لكن هخش إزاي؟ برحمة ربنا سبحانه. إن إحنا نخلص في عبادة. نخلص في عبادة. يا رب جميعنا نلتقي لهذا الأمر. الحقيقة كلام حضرتك فضيلة الشيخ شيق جدا، ومش عايزين إن إحنا نقطعه، وكلام إحنا شخصيا مستفيدين منه. قبل السادة المشاهدين، قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك، يعني دعاء إن شاء الله لمصر والعالم العربي والأمة الإسلامية جماعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا يا ربي من كل شر. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من القانتين المؤمنين المحسنين الذاكرين الخاشعين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفوفنا واجمع شتاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل العرب والمسلمين على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نشكرك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء، وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلام.